أنت قلت أنه ليس كل ما يعرف يقال. نعم. لأن وقع الكلمة عنده صدى. نعم. مثلا أنه كباحث أو كشخص أو كمواطن باحث على تفاصيل تاريخ بلاده يروح يقرأ إلى مؤرخ فلاني أو مؤرخ الآخر يقول عن فلان الفلاني أنه كان حركي بهذه الصفة، أن فلان الفلاني كان قومي، أن فلان الفلاني كان كذا. وقع الكلمة اليوم أصبح عنده صدى عند المتلقي. يا هل ترى لابد من أنه المؤرخ يخضع إلى رقابة معينة، أنه مثلا لا يكتب من رأسه هكذاك، حط كلمة وبعد تقول أنه أنا كتبتها هكذاك سهوا أو أني كتبتها وما كنت أنت بقى يكون عندها صدى هكذاك. تفضل أستاذ. لا والله شوف، هي هو مفروض احنا مجتمع مسلم، والمجتمع المسلم عنده ضوابط في مسائل الشهادة، شهادة الزور من الكبائر. وربي سبحانه وتعالى حتى في المسائل التي لها صلة بالشهادة ذكرنا بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين. هي قضية تدخل في باب القذف، قذف، وهذه يعاقب عليها القانون. احنا الان ما نطلعش نطبقه في الشريعه، نطبقه في القانون. القانون انه لا يجوز لاي كان ان يتهم شخصا ما بصوره من الصور اذا لم يكن يملك الادله الكافيه، لانه الان اصبحت اي واحد يقدر يركب لك تهمه ويسجلها لك ويبعثها في الفيسبوك ونورمال. لكن هذا الامر خطير جدا. لماذا؟ لانه قضية تبادل الاتهامات والترشق بها هذا أصبح لغة العصر. وطبعا لأنه في الحقيقة لو كان نفتح باب متابعة هؤلاء، المحاكم راح تحبس من الطلاق وتدخل في باب القذف، لأنه الطلاق راح حالات رهيبة جدا كل سنة. الأمر الثاني أنه الأمر هذا يعني قضية التاريخ لا يكتب بالتخوين. تاريخ اولا متروك للسادة الكبار اصحاب الكعب العالي، متروك للفئة الثالثة اللي كنت نكلمك عليها اللي هم الاكاديميين واصحاب المخابر. هؤلاء لا يكتبون شيء الا اذا محصوا الروايات الاخرى. وبالتالي انك تتهم شخص ما في قضية خيانة او قضية انه كان حركي ولا كان عميل فرنسا او مات سولو درابو فرنسي، هذه مش مسألة سهلة.